اليوم متواجدين في شركه ايتكس اللي هي معروفه في صناعه الملابس مده اكثر من 40 سنه. اليوم ايتكس حولت كاع لوزين ديالها الى منتج انتاج الكمامات. ايتكس اليوم كتنتج ما يزيد على 70,000 كمامه في اليوم، وان شاء الله الهدف ديالها قبل نهايه الشهر هو توصل الى 100,000 كمامه. هذه الفكره طبعا جات بعد البادره ديال الوزاره الصناعه للمساعده ديال الشركات ديال في هذا المجال ديال الصناعه ديال الكمامات. شركه ايتكس ان شاء الله غادي تنتظر هذا الفرصه انها تقدر تدير الاكسبور نحو دول اوروبيه والولايات المتحدة وأيضا دول الخليج. كاين اليوم واحد الفرصة للتصدير، وكنتمنى إن شاء الله أن الوزارة تواكبنا في هذا المجال. وإيتكس كانت ديما شركة متواجدة في خدمة في الوطن، وكنتمنى إن شاء الله أن هذه البادرة ديال هذه الكمامات تكون يعني فرصة جديدة لإعطاء واحد النوعية من الطعم للشركات ديال المصانع ديال الملابس عامة. عندنا في كل يعني شاغله عندها كيكون حداها لو ديزانفيكتون ديالها، كيكون تكون لا ديزانفيكسيون كتبدا في الدخله ديال المصنع، كتعود في عندما وصول الى دخول المصنع، ومن بعد كل الشغلات كيحترموا طبعا مترين من المسافه بين كل شاغل. وحنا كنحرصوا على ان ان شاء الله نتحكموا في هذا الوباء، وكنتمنى ربي انه يرفع لنا هذا الوباء، وكنتمنى في هذه الفرصه ايضا رمضان مبارك سعيد لكل المغاربه والمسلمين عامه.